بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 130. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة دار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء، حياكم الله وبارك. هذا يقول فضيلة الشيخ: أيهما أفضل، عشر ذي الحجة الأعمال الصالحات أو العشر الأخيرة من رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر العلماء رحمه الله شيخ الإسلام بن تيمية أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر الأواخر من رمضان، الله أعلم. تقول الأخت سائلة: فضيلة الشيخ، أنا عازمة على الحج سنة قادمة إن شاء الله، ولديها تقول الدورة الشهرية منتظمة، وسوف تأتيها في يوم 11 و12 من ذي الحجة. تقول: هل أتوكل على الله وأذهب إلى الحج إذا كانت تأتيني وهذه دورتي اليوم 11 و12 تنزل علي الدورة؟ نعم، تذهب وتحج، وإذا جاءت الدورة الحائض تعمل ما يعمل الحائض كل المناسك ما عدا الطواف بالبيت، تؤجله إلى تنتهي الدورة وتغتسل ثم تطوف طواف الإقامة. وإن طافته قبل أن تأتيها الدورة في يوم العيد، يعني بعد الوقوف بعد المبيت من مزدلفة، بعد منتصف الليل ليلة مزدلفة، إذا أدته قبل ذلك قبل وقت مجيئه، إذا أدت الطواف قبل وقت مجيء الحيض الحمد لله. نعم. من أسئلة الأخوة: هل يشترط الذهاب إلى العمرة أو الحج أن يقوم الإنسان بتوديع أهله وأقاربه البعيدين والقريبين؟ شيء طيب. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ حفظكم الله، توفي أخي رحمه الله وعليه كفارة صيام شهرين متتابعين، فهل إطعام 60 مسكين يجد أو يلزم علي صيام عنه ولو جاء عيد الأضحى؟ ماذا أعمل؟ لا ندري ما هي كفارة ما هي عنه من الأعمال. إن كانت عن قتل فلا يجزي فيها الصيام، لا يجزي فيها الإطعام، لابد من الصيام. وإن كانت عن جماع في رمضان فإنه يجزي فيها الإطعام عن الميت. جزاكم الله خيرا. من أسئلة الإخوة والأخوات في هذا يسأل عن الشغار، لماذا حرم وما هي صفته وما أيضا الأمور إذا وقع الإنسان فيه؟ الشغار معناه أن يزوج موليته للآخر على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما، يجعل المرأة مقابل المرأة، هذا باطل بالإجماع. وأما إذا كان بينهما صداق هذا محل خلاف، والأحوط اجتنابه والبعد عنه، لأنه لا يخلو من ضرر بمرأتين أو بإحداهما. وإذا وقع حصل الشغار لا بد يراجعون المحكمة الشرعية للنظر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أيام الشتاء ما الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين؟ لأنها تقع على كثير من الإخوة والأخوات. المسح على الخفين سواء بالشتاء أو بالصيف للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام إلى يعليها، بشرط أن يكون ساترين لمحل المفروض وبشرط أن يلبسهما على طهارة. يسأل هذا السائل خالد إبراهيم عن حكم زواج المسيار، وهل هو جائز في الشريعة الإسلامية؟ زواج المسيار من حيث أركانه وشروطه عقد صحيح، أنه مستوفٍ للأركان وللشروط فهو صحيح. ومن ناحية الحقوق الزوجية فيه نقص كثير، حيث إن الرجل لا يسلم الزوجة ولا يربي أولادهم بل يكونون عندها، وإن أخذهم بعدوا عنها، وأيضا لا تكون المرأة تحت رقابة زوجها ولا يدري عنها سيرتها، فيه نقم كثير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: قرأت في بعض كتب العلماء في العقيدة ووجدت أن البعض منهم يرى بأن النذر المطلق والمقيد كلاهما مكروهان، والبعض يرى بأن الكراهة تكون في النذر المقيد، ما هو القول الراجح هذه المسألة؟ مسألة النذر ليس من باب العقيدة، إنما هو من أحكام الفقه، إلا من ناحية أنه عبادة فيجب إخلاصه لله عز وجل، والنذر مكروه كما قال النبي صلى الله
الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، الدخول فيه مكروه لأنه يضيق الإنسان على نفسه ويلزم نفسه شيئا قد يشق عليه. وأما إذا نذر نذر طاعة إنه يجب عليه أن يفي بقوله صلى الله عليه وسلم: نذر أن يطيع الله فليطع، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. الأخ أبو همام كتب هذا السؤال، يقول: أحد الإخوة كتب له والده كل ما يملك وحرم بقية الإخوة، ولكن يريد أن يتوب ويطبق الشرع في ذلك في قسمة الميراث، فهل يجوز له أن يقطع نذره بالجزء الذي تعب عليه من الأرض؟ هذه المسألة تراجع فيها المحكمة لأنها تتعلق بأطراف انظروا فيها المحكمة. عبد الله له سؤال آخر، يقول: عن مواقيت الصلاة، هل صحيح بأن الفرق بين المغرب والعشاء حوالي ساعة وثلث ساعة؟ وأريد التفصيل في جميع مواقيت الصلاة مأجورين. مواقيت الصلاة كما جاء في حديث من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وأن الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثله طول، ويدخل وقت العصر ويستمر إلى الغروب، وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. هذه مواقيت الصلاة كما جاء في ذلك السنة القولية والفعلية عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وقول هذه المواقيت. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: هل يجوز لي أن أدفع الزكاة لبناء مسجد وعندنا مشروع بناء مسجد مدينتنا؟ الزكاة لا تدفع في المشاريع في بناء المساجد والمدارس، وإنما الزكاة في المصارف الثمان المذكورة في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل. هذه مصارف الزكاة لا تخرج عنها، لا لبناء المساجد ولا لبناء المدارس ولا لغير ذلك من المشاريع الخيرية. نعم. الأخ محمد له سؤال، يقول: أريد أن أسأل الشيخ رضاه الله عن خطبة الجمعة التي ألقاها الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده، هل دونت من قبل الصحابة؟ مروية في كتب الحديث وهي قد جمعها بعض العلماء في كتاب تراجع. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: يا شيخ، هل يمكنني أن أعيش حياة جديدة في الجنة إذا دخلها الإنسان وهو صغير وكبير؟ وأرجو أن تحدثونا عن الثواب في ذلك. دخل الجنة فإنه يسعد ولا يشقى ويشب ولا يهرم ويصح ولا يمرض، فهي دار النعيم والسرور والخلد، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا يجوز لأحد أن يتكلم عن الجنة إلا بما ورد فيه الأدلة من الكتاب والسنة. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز العمرة أداء العمرة بالدين؟ فأنا لي مرتب شهري وأود العمرة عن طريق مركب السفر، عندي نصف المبلغ، هل يجوز لي أن أذهب معهم أو سدد لهم الباقي بعد رجوعي؟ إذا رضوا بذلك فلا بأس، رضوا بذلك فلا بأس، ولكن الأولى ألا تذهب إلا وأنت قد جمعت وحصلت ما يكفي ذهابا وإيابا، ويكفي من وراءك من أولادك ومن تلزمك نفقتهم. نعم. أبو إياد له مجموعة من الأسئلة، يسأل أولا عن حكم البيع بالكتالوج، هذا الكتالوج مثلا فيه سيارات ونعرض عليهم هذه السيارة ويقول: أريد هذه السيارة بالتحديد من هذا الكتالوج، هل البيع في هذا جائز؟ نعم، هذا من البيع بالصفة المنضبطة، هذا حكم السلم، لكن بشرط أن تسلم القيمة مجلس العقد، سلم القيمة في مجلس العقد، إذا حضرت السيارة يستلمها صاحبه. نعم. له سؤال آخر عن البيع أيضا يا شيخ، يقول: ما حكم أخذ نسبة من البائع إذا أنا أحضرت له زبون؟ يعطيني البائع نسبة من قائمة الفاتورة للزبون ويحمل هذه ويحمل هذه النسبة على الزبون. إذا بين هذا ووضح الأطراف لا بأس، إذا رضوا بهذا لا بأس بذلك. نعم. أبو محمد يقول: فضيلة الشيخ، ما أفضل كتب الفقه التي تنصحون المبتدئ بقراءتها مأجورين؟ القراءة لا تكفي، لا بد أن تأخذ العلم عن العلماء، إما في المدارس والمعاهد والكليات وفيها مقررات، وإما في مساجد وتشير العالم الذي تعلم على يديه الكتب المناسبة والتي يقوم بشرحها لكنا. سمير علي أرسل بسؤال يقول فيه: هل يجوز تسمية المولود باسم سامر؟ وهل يدخل في الكراهة في الآية الكريمة: سامر تهجرون، حيث ورد على وجه دم؟ لا بأس بذلك، والذي ورد في الآية هو الغنى، والغنى الذي هو الطرب الذي يشغل عن ذكر الله عز وجل. أما تسمية الولد بسامر فلا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم وضع القرآن في درج سيارة لحفظها ومنعا للشرور للسائق ومن بها؟ هذا اعتقاد
فاسد، فلا يجوز حمل القرآن لهذا الغرض لأنه يكون من حمل تماهين، ولو كانت من القرآن فإن هذا لا يجوز لأنه وسيلة إلى الشرك، ولأنه امتهان للمصحف. المصحف إذا كنت تحمله لتقرأ فيه لا بأس، طيب، أما إن كنت تحمله ليحفظك أو ليكون سرزا لك فهذا لا يجوز، وهذا يخل بالعقيدة. الأخت نادية تقول: هل سماع الأناشيد وقت صلاة محرم؟ الأناشيد لا يجوز سماعها لا في الصلاة ولا في غيرها، لأنها من الغناء، لأنها من الغناء والتطهير، فهي لا تجوز. الأناشيد التي بأصوات جماعية منغم، أما سماع الشعر النزيه الطيب هذا سبه، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من شان ومن غيره من قابة، والصلاة لا يسمع فيها شيئا يخرج عن الصلاة غير قراءة الإمام، لا يسمع فيها إلى ما يلهيه ويشغله عن الصلاة. فضيلة الشيخ، هذا يقول: ما حكم دعاء عند قبور الأولياء والصالحين، وهل تنفعهم هذه الدعوات، وما حكم ذلك مأجورين؟ إذا كان قصد السائل أنه يدعو لهم إذا زارهم هذا مشروع طيب، هذا ينفعهم الله به إذا زارهم بالسلام عليهم ودعاء لهم بالمغفرة والرحمة، فهذا ينفعهم إذا تقبله الله. ما إذا كان قصد السائل أن الدعاء عند القبور جاء الإجابة عندها فهذا بدعة، هذا بدعة وهو وسيلة إلى الشرك. إذا كان يدعو الله عند القبور يتحرى الإجابة فهذا بدعة، هو وسيلة إلى الشرك. أما إذا كان يدعو الميت نفسه يستغيث به فهذا شرك أكبر من الملة والعياذ بالله، وهذا هو الواقع من كثير من القبوريين والمفتونين بالقبور. صلى الله عليكم. أم جهاد تقول: هل تنتهي العدة بوفاة الميت؟ بمعنى إذا توفي العصر فهل تنتهي في عصر اليوم الأخير؟ الله جل وعلا قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا تمت 130 يوم في أربعة أشهر وعشرة 130 يوم إذا تمت من وفاته من خروج روحه، البداية من خروج روحه، فإذا تمت 30 يوما إنها تخرج من الإنسان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بالنسبة لمدرس القرآن في المسجد نعطيه مبلغ من المال 500، ولكن هذا يقول: لا يكفيني لي ولأولادي، فهل يعطى من الزكاة لتوسيع حالته الأسرية؟ إذا كان إعطاؤه من الزكاة على وجه المرتب والمكافأة لأجل أن يدرس الأولاد فهذا لا يجوز، هذا من التبرع لا من الزكاة. أما إذا كان إعطاؤه إياه لفقره وحاجته ولو لم يدرس فلا بأس بذلك. يقول: بالنسبة للبيع والتأجير المنتهي بالتمليك والموعود بالتمليك، هل هما سواء وما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، وهم لما ظهرت الفتوى أو قرار هيئة كبار العلماء بتحريم البيع الآجار المنتهي بالتمليك احتالوا وغيروا الاسم، قالوا البيع مع الوعد بالتمليك، هذه حيلة معنى واحد. أحسن الله إليكم. أبو أديب يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ: كثر الحديث حولها، وهذا هو يقول في مسألة كثر الحديث عنها، وهي هذه المسألة بخصوص صلاة الصبح، حيث أن المآذن والمؤذن يؤذن قبل الوقت بحوالي نصف ساعة معتمدين على ذلك على التقويم، ولكن البعض من الناس يتأخر ولا يقوم بهذه الصلاة ويؤديها بعد طلوع الصبح، فما الحكم في ذلك؟ هذا من الكذب، قولهم إن أذان الفجر قبل الفجر بنصف ساعة أو بثلث ساعة هذا من الكذب، من التشويش على الناس. أذان الفجر على تقويم المعتمد الذي اعتمدته الدولة وقره العلماء ولا جرب عليه خطأ، هذا كلام من الكذب لا يجوز العمل به، وهذا فرق الناس، جعلهم بعضهم لا يصلي إلا بعد صلاة الناس بفترة، بعضهم لا يصوم إلا بعد صيام الناس، بعضهم يجامع زوجته في رمضان هذه الفترة، صلى الله العافية. يجب التحذير من هذا القول ومن أهله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أيهما أفضل، أن أقوم ببر والدي أم أذهب للاعتكاف في عشر ذي الحجة؟ بر والدك واجب عليك، وأما الاعتكاف هو سنة، لا تذهب إلى سنة تترك الواجب. يقول: ما رأيكم بكتاب صيد الخاطر؟ هذا لابن الجوزي، الإمام ابن الجوزي، وهو كتاب جمع فيه ما خطر بباله من الفوائد، وفيه غش سمين، فيه شيء طيب وفيه شيء لا يجوز تصديقه والعمل به، كلام في العقيدة وكلام في ابن عبد البر أمر قطع منه رحمه الله تجاوز. جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا عند ختمنا للقرآن هل لابد أن نرى دعاء ختم القرآن ونجمع الأولاد؟ مو بلابد، إذا حصل هذا أي طيب. يسأل أيضا عن تهلئة بقولنا بالرفاه والبنين عند الزواج، وما المشروع في ذلك؟ مشروع أن تقول بارك الله
الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية عند الزواج. وعند ولادة المولود تدعو له بالصلاح والاستقامة. أخيرا يقول: هل ورد حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا قبل الأذان أم بعد؟ حديث ورد، نعم، هو حديث صحيح، وبعد دخول الوقت، صلى قبل العصر يعني بعد دخول وقته. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإدارة. شكرا لزميلي مهندس صوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.